أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في محافظة المنوفية تم تمويل 67 مشروع اقتصادي للأسر القرى والأحياء الشعبية بالمحافظة. كمان في محافظة الغربية تم تنفيذ 59 مشروع لرصف الطرق الداخلية بقرى حياة كريمة المرحلة الأولى. أما في القليوبية فتم تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني، وفي بني سويف تم افتتاح موسم جني القطن، والتفاصيل كتيرة جدا معنا في المحافظات هنتابعها. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في محافظة المنوفية تم الإعلان عن تمويل 67 مشروع اقتصادي بإجمالي ما يقرب من مليون جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، وده ضمن خطة توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة. أكدت محافظة الغربية أنه تم إنهاء أعمال طبقات الرصف بالشوارع الرئيسية بالعديد من القرى والشوارع المؤدية للمشروعات الجديدة، وجاري مراجعة وتجهيز شوارع القرى اللي هيتم العمل بيها للاستلام ومراجعة غرف صرف الأمطار والتسويات للشوارع الداخلية ذات العرض أقل من 6 متر، وحيث إن قطاع مشروعات الطرق الداخلية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة تضمن 59 مشروع. أعلنت محافظة القليوبية تخفيض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني بنوعيتها صناعي زراعي تجاري وفندقي، وده لاستكمال بعض الأماكن المحدودة ببعض المدارس. وتم فتح فصول خدمات للمرحلة الثانية بمدارس التعليم الفني تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب وحرصاً على مستقبلهم على أن يتم استمرار قبول الالتحاق بالمدارس الفنية. افتتحت محافظة بني سويف موسم جني القطن لموسم 2024 داخل أحد الحقول بمركز ناصر، مع التأكيد على تقديم كل التيسيرات للمزارعين منذ بداية الزراعة وحتى جني المحصول وتوريده وتسليم المستحقات المالية، وحيث إن بني سويف أصبحت خلال الفترة الماضية من المحافظات السباقة اللي بتعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية في الزراعة ضمن خطة الدولة اللي بتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد. في محافظة الأقصر أعلنت إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك عن إجمالي عدد المشروعات بالمحافظة منذ انطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي، وصلت ل 4990 مشروع متنوع ما بين تجاري وصناعي وخدمي وزراعي. محافظة الفيوم بتشهد عملية إنزال مليوني وحدة زريعة جمبري لبحيرة قارون، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وبكده يكون تم إنزال عدد مليوني وحدة زريعة ضمن الدفعة الرابعة، ليصل إجمالي كمية الزريعة اللي تم إنزالها بالبحيرة لـ 6 مليون وحدة خلال أسبوع واحد.